ألو، كيف أستطيع مساعدتك؟ الجرافة تعطلت، يجب إصلاحها. سأحضر حالاً مع شاحنة جر لنقلها إلى المرآب. تعالوا يا أطفال لنذهب. صباح الخير يا أطفال، أنا بيبو. مرحبا بكم في المرآب، حيث تصلح جميع أنواع العربات. اليوم سنصلح جرافة، هيا بنا. المرحلة الأولى، الغسل. الآن بعد أن غسلت يجب تجفيفها. المرحلة الثانية، استبدال العجلات. لنبدأ بإزالة العجلات القديمة. العجلات الزرقاء والصفراء ستكون مثالية. لنضيف الآن قطعاً جديدة. شاهدوا، القمرة معطلة تماماً. لننزلها ونضع واحدة جديدة. المجرفة الخلفية في حالة سيئة، لنستبدلها. لنضيف الآن واقيتين، واحدة في الخلف وأخرى في الأمام. الآن يا أطفال، ما رأيكم أن ندهن الجرافة؟ الجرافات لها لون أصفر، هيا بنا. إنها أفضل بكثير. ،
ولكي ننهي أهم قطعة، مجرفة جديدة من الأمام. أصلحت الجرافة. تستطيع الآن أن ترفع أشياء ثقيلة وتحفر الأرض. هيا لنرى ما يمكنها فعله. شاهدوا يا أطفال، الجرافة تجمع الطين، لكن أين سنضع كل هذا؟ أوه، شاهدوا، شاحنة القمامة قادمة! الآن تستطيع الجرافة أن تفرغ فضلاتها في حاوية الشاحنة التي ستتخلص منها بعد ذلك. حجر يعرقل الطريق على الأرض، لا شيء ثقيل بالنسبة للجرافة. انظروا كيف سترفعه بسهولة. يب، نضع الصخرة في الحاوية. تم إنجاز المهمة. إلى اللقاء في مغامرات جديدة. اشترك معنا.